الدرس الثالث والعشرين، تطبيق تنسيق. في لسه احنا في التنسيق، مرتفع ومنخفض لكلمة واحدة أو حرف واحد. مش فاهم؟ طبعا ممكن ما تكونش فاهم. تعالوا نعمل جديد. وعايز أفكركم في حاجة، بحاجة. فاكرين سين تربيع؟ فاكرينها؟ طب فاكرين اكس سكوير؟ نكتبها بالإنجليزي. فاكرينها دي ولا س تربيع واكس سكوير؟ هتلاقوا الاتنين دي اللي جنب السين مرتفعة فوق، مش على نفس الخط. السين حاليا تلاقيها تقريبا على خط واحد، اكس اتنين على خط واحد. فرق بين السين اتنين دي، مش سين اتنين، خلاص. فرق بين سين اتنين وسين تربيع ان الاتنين مرفوعة فوق السين. تعالوا نكبرها عشان نشوف اكتر. معلش احنا رحنا فين؟ نرجع تاني. شايفين السين والاتنين تقريبا على خط واحد، عايزين نرفع الاتنين. قالك ببساطة اختار الاتنين، نعم، وقول له مرتفع. يا اما تقول له من ده، شايف ده مرتفع، لو كنترول شيفت بلس، او دوس عليها اهو. يا سلام، اهو اهو، تدوس عليها مرة تترفع، تدوس عليها مرة تنزل. شايفين دي مرفوعة عندي ازاي؟ طيب اكس سكوير تعالى الاتنين وارفعها برضو بنفس الطريقة. شايف دي؟ ارفع، اترفعت، انزل. طيب بالمقابل في حاجة اسمها سين اتنين، بس الاتنين ما بتبقاش فوق، بتبقى تحت. يبقى دي مرتفعة، شايفين اتنين ارتفعت وصغروها شوية. أنا عايز أصغر دي لكن أنزلها تحت. شايفين دي اكس اتنين، دي منخفض، اضغط، اطلع، اضغط، اطلع، اضغط. فبهذا الشكل. طبعا ممكن نعمل نفس الحاجات دي من هنا اهو. هتلاقي عندك منخفض ومرتفع، ادي منخفض شيلها اعمله مرتفع، قول له موافق، هتلاقي ارتفعت فوق، وهكذا. سهل الدرس، سهل الدرس. عرفنا ازاي؟ عرفنا ازاي. افتكروا اكس سكوير وسين اتنين وسين تربيع، وهتعرفوا ايه المطلوب. طبعا مش ضروري ان احنا نستخدمها في سين اتنين، انا بس بفكركم وسين تربيع. ربما يعني مثلا يكتبوا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة صلى الله عليه وسلم يصغروها ويطلعوها فوق. فمثلا نعملها كده، مثلا محمد، خلاص، صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب فيروح جايين على صلى الله عليه وسلم كده، خلاص. ممكن يصغروها كمان، اوكي، ويرفعوها لفوق. ادي الرفع لفوق، يرفعوها فوق الكلمة، ماشي الحال. بس فليها استخدامات كتيرة طبعا، وانت شوف المعنى والشيء اللي انت عايز تؤديه، فورمات او تنسيق بهذه الطريقة. لكن قلنا على سين اتنين وسين تربيع، ونتقابل مع بعض في درس اخر، والسلام عليكم.